لوبيتال رول. هلا تعرفنا في الفيديو السابق انه اذا كانت ليميت اف على جي تساوي صفر على صفر او انفينيتي على انفينيتي راح نستخدم لوبيتال رول، بحيث انه احنا راح نشتق البسط ونشتق المقام. كمان اخذنا اذا كانت انديتيرمنت فورم طلع معنا الاجابه صفر ضرب انفينيتي وانفينيتي ناقص انفينيتي، كمان راح نستخدم اللوبيتال رول بعد ما نجري شوية تعديلات على السؤال. هلا في عنا النوع كمان نوع من undetermined form اللي هم صفر قوة صفر، infinity قوة صفر، واحد قوة infinity. هلا هدول الثلاث كمان ممكن انه احنا نستخدم معهم اللوبيتال رول. ناخد مثال، لو اجينا عوضنا مباشرة هلا بالانفينيتي رح يكون عندي انفينيتي قوة واحد على انفينيتي اللي هي صفر، فهاي رح تكون من نوع النوع هاد. فكيف بدنا نحل السؤال؟ كيف بدنا نستخدم لوبيتال؟ الطريقة كالتالي، بفرض واي بتساوي اكس قوة واحد على اكس. هلا باخد اللين للطرفين، باستخدام خصائص اللين هاي بتنزل القوة بتنزل هون، فبصير عندي السؤال كالتالي: لين الواي بتساوي لين الاكس على اكس. لا، الخطوة اللي بعدها انه انا باخد الليمت للطرفين، ليمت لين الواي بتساوي ليمت لين الاكس على اكس، اكس بتقترب من موجب انفينيتي، اكس بتقترب من موجب انفينيتي. طبعا هون لن الواي هي عبارة عن ثابت لانه ما رح يكون فيها اكس، فبالتالي اجابتها رح تكون لن الواي. الطرف الثاني لما باجي بعوض فيه رح يطلع معي انفينيتي على انفينيتي، انفينيتي على انفينيتي رح احتاج اني استخدم اللوبيتال، فبشتق البسط بشتق المقام. هلا لين الواي بعوض بالانفينيتي رح يطلع معي واحد على انفينيتي اللي هي صفر. هلا انا بدي الواي، ما بدي لين الواي، فشو بعمل؟ باخد اي قوة لين الواي، اي للطرفين، اي قوة صفر، هاي بتساوي واي واحد. اذا ليميت اكس قوة واحد على اكس، اكس بتقترب من ما لا نهاية، هاي رح تكون واحد. لا، هاي الطريقة الخطوات هاي رح تزبط مع أي سؤال من الفورم صفر قوة صفر أو واحد قوة إنفينيتي أو إنفينيتي قوة صفر. طريقة اللين، سؤال تاني ليميت اكس بتقترب من موجب انفينيتي اي قوة اكس زائد اكس الكل قوة واحد على اكس. هلا هاي لو عوضنا بالانفينيتي رح يطلع معي هون اي قوة اكس اللي هي انفينيتي زائد انفينيتي، فرح يطلع معي انفينيتي قوة صفر. انفينيتي قوة صفر راح استخدم نفس الطريقة، راح اخذ واي تساوي مداخل الليمت، هاي اول خطوة. الخطوة الثانية اللين للطرفين، باستخدام خصائص اللين الواحد على اكس راح تيجي هون، فراح يصير عندي لين الواي بتساوي لين اي قوة اكس زائد اكس على اكس. هلا الخطوة اللي بعدها باخد ليمت للطرفين، الليمت المطلوبة
الطرف اليسار ليمت لن الواي راح تنزل لن الواي لأنها ثابت. وهلأ هذا الطرف لما باجي بعوض بالإنفينيتي راح تصير لن الإنفينيتي وهي إنفينيتي على الإكس بعوض فيها بالإنفينيتي بتطلع إنفينيتي على إنفينيتي. فإنفينيتي على إنفينيتي إذا بستخدم اللوبيتال. بستخدم اللوبيتال بحيث إني بشتق البسط بشتق المقام. مشتقة المقام واحد، مشتقة البسط اللي هي لن، مشتقة ما داخل اللن على ما داخل اللن. لن الواي هلا صارت عندي ليمت برجع بعوض هون بيطلع عندي كمان الإجابة إنفينيتي على إنفينيتي. إنفينيتي على إنفينيتي برجع بستخدم اللوبيتال كمان مرة، فهاي لن الواي ليمت. هلا نشتق البسط نشتق المقام كمان مرة عند التعويض طلع إنفينيتي على إنفينيتي، برجع كمان مرة بستخدم اللوبيتال بشتق البسط بشتق المقام وهاي رح يطلع جوابها واحد. فعندي لن الواي واحد، إذا واي إني باخد الإي للطرفين رح تطلع إي قوة واحد، إي قوة واحد. إذا عندي السؤال اللي هو كان ليميت إي قوة إكس زائد إكس الكل مرفوع لقوة واحد على إكس، وإكس تقترب من موجب ما لا نهاية، هاي جوابها إي. هلأ في عندي قاعدتين بتسهل عندي الليميت من هذا النوع، وهاي القاعدتين اللي هي القاعدة الأولى إذا كان عندي ليميت واحد زائد A قوة A ضرب X مرفوعة ل B قوة X وهون X تقترب من صفر، هاي رح يكون جوابها E قوة A ضرب B. والقاعدة الثانية ليميت واحد زائد A على X B قوة X، X بتقترب من ما لا نهاية سواء كانت موجبة أو سالبة برضو كمان هاي E قوة A على B. هلأ لاحظوا بالتعويض هون لو أجينا عوضنا بالصفر رح يطلع هاي واحد قوة إنفينيتي، وهون لو تعوضنا بالصفر كمان بيطلع عندي واحد قوة إنفينيتي. فأنا بقدر أني أحل هدول الأسئلة باستخدام أنه واي تساوي وبعدين لنا الطرفين زي المثالين اللي قبل، لكن ممكن أني أنا أستعمل القاعدة مباشرة فبتكون طريقة سريعة زي مثلا ليميت واحد ناقص ثلاثة على إكس قوة 2 X. هلأ هاي نفس النوع الأول، لا نفس النوع الثاني، نفس النوع الثاني. ولما أجي أحل هاي بالتعويض رح تطلع واحد قوة إنفينيتي فكتعويض مباشر. فشو رح يكون حلها؟ E قوة A ضرب B، طبعا الـ A اللي هي رح أخدها مع إشارتها السالب 3 فبتصير سالب 3 في 2 اللي هي E قوة سالب 6. مثال من النوع الأول مثلا limit 1 ناقص 8 X مرفوع على 2 على X، X بتقترب من صفر. لا هاي اللي هي زي النوع الأول القاعدة الأولى تماما، وعند التعويض المباشر رح ينتج معي واحد قوة إنفينيتي. جوابها سريعا E قوة سالب 8 في 2 اللي هي E قوة سالب 16. ليميت مثلا هذا السؤال، هلأ عند التعويض المباشر رح يطلع معي واحد قوة إنفينيتي، لكن كشكل هي ما بتشبه لا القاعدة الأولى ولا الثانية، لكن أنا ممكن أجري عليها بعض التعديلات بحيث إنها أقدر أستخدم القواعد السهلة. شو ممكن أعمل؟ ممكن أقلبها فبتصير X زائد 2 على X
قوة 3x. هلأ بوزع المقام، هلأ صارت بالضبط زي القاعدة الثانية واللي هي E قوة 6. سؤال آخر، limit x تقترب بموجب ما لا نهاية، x ناقص 3، x ناقص 2، الكل قوة x. عند التعويض المباشر هاي برضو كمان من النوع واحد قوة infinity، المفروض إني أخذ y تساوي، لكن ممكن أحلها بطريقة أخرى، أستفيد من القاعدة إني بأخذ x عامل مشترك من البسط، فبتصفي 1 ناقص 3 على x. x عامل مشترك من المقام، طبعا كله مرفوع للقوة x. هلأ هاي بتروح مع هاي، طبعا x هون لا تساوي صفر لأنها بتروح للإنفينيتي، فصفى عندي limit طبعا الليمت اللي في البسط موجودة والليمت اللي في المقام موجودة، وعلى حسب القاعدة الأولى رح تكون E قوة سالب 3، والتانية رح تكون E قوة سالب 2 على حسب القاعدة. وهلأ هاي إيش رح تكون؟ E قوة سالب 3 زائد 2 اللي هي E قوة سالب 1.